صباح الخير. الآن بدنا نتكلم عن برودكت، عن مستحضر هو كريم اسمه رف سكين. رف سكين هو كريم نحن بنستعمله لحتى نخفف من خشونة الجلد، وخاصة عند الستات. نحن بنعرف الستات اللي بدهن يشطفوا كل يوم، بدهن يغسلوا كل يوم، عم يصير في تشققات بالقدمين. الرف سكين هو من أحسن المستحضرات اللي بتعالج هذه المشكلة، ما له أي مساوئ جانبية، فينا نستعمله على أي منطقة بالجسم إذا كان في خشونة بالجلد، كانت اليدين، كانت القدمين، أو بأي منطقة بجسمنا. وهو آمن جدا يعني، وأي شخص كان الكبير الصغير فينا نستعمله، عم يعطي نتائج كتير إيجابية، ما له أي مساوئ جانبية. في أول شيء هو مكون من أعشاب، طبعا بنحط نحن بدون ما نستعمل ساليسيليك أسيد، بنجيب نحن يعني مادة من شجرة الصفصاف اللي هي بتشتغل مثل الساليسيليك أسيد وبدون أي مساوئ جانبية. ومثل ما قلت هو آمن جدا، والحقيقة عم يعطي نتائج كتير إيجابية بوقت كتير قصير.